على إثر هذه الفاجعة الأليمة التي ألمت بعائلة الجيش الوطني الشعبي، على إثر وفاة السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح، نتقدم بتعازينا الخالصة إلى كل أبناء الجيش الوطني الشعبي وكل أبناء الشعب الجزائري في هذا المصاب الجلل الذي أصاب الجزائر وشعبها، متقدمين إليهم بتعازينا الخالصة بقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره. نسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جنانه، فقد كان الأب والقائد والقدوة. نتقدم باسم كافة أفراد الحرس الجمهوري ضباطا وقيادة وجنودا بتعازينا الخالصة إلى الشعب الجزائري عامة وإلى أفراد الجيش الوطني الشعبي خاصة، وإن يلهم أهله الصبر والسلوان، وأن يتغمده الله برحمته الواسعة ويجعل مثواه الجنة. نعيده حيا وميتا بأننا سنحمل المشعل من ورائه. عاش لبطل ومات بطل، وسيخلد التاريخ اسمه بأحرف من ذهب. إن لله وإنا إليه راجعون. بنفس مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له بإذن الله المجاهد البطل الفريق أحمد قايد صالح، تغمده الله برحمة من لدنه ومغفرة، وطهر مقامه واجتباه إلى جواره مع من ارتضاه من عباده الصالحين. اسمحوا لي أن أعزي أنفسنا أولا كفرد من القوات البحرية وكل أفراد الجيش الوطني الشعبي والشعب الجزائري، وأنا أتقدم لعائلة الفقيد بصدق عزائي وخالص دعائي، وأن يلهمهم الله جميل الصبر والسلوان في مصابهم الجلل. رحم الله الفقيد وطيب ثراه وجعل قبره روضة من رياض الجنة، ونم هنيئا سيادة الفريق، فإن أبناؤك على عهدك سائرون، وسوف نكون بإذن الله خير خلف لخير سلف. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.